طبعاً يعني أنا وهبقى كابتن محمد بركات إحنا مكلفين بكل الأربع حاجات أنا قلتها دي يا جماعة، مدير الفني الأجنبي، مدير الفني الدرجة الأولى، مدير المنتخب الأولمبي. استعمال التطبيق وبعدين كمان هنتكلم على منظومة التحكيم. برضه امبارح اتكلمت مع ناس كتيرة في منظومة التحكيم. هيبقى فيه إن شاء الله مطور أو خبير أو تعيين، خلاص إحنا اقتصرنا على تعيين. إن شاء الله بإذن الله مدير تطوير أجنبي هيكون موجود معانا إن شاء الله يعني بداية من الموسم المقبل، شهر ونص، عندنا شهر ونص على الموسم ده، فهيجي من الموسم القادم إن شاء الله، وهيبقى موجود في الموسم ده، ممكن يجي في آخر الموسم برضه، إن يبقى يشوف الدنيا ماشية إزاي. طبعا بالاتفاق مع كابتن عصام اللي بنحييه ونشكره جدا جدا، هيكون معانا طبعا موجود لنهاية الموسم، والموسم القادم طبعا هيبقى اكيد هو يعني موجود معانا بشكل كبير مع الخبير المطور الاجنبي او الراجل الموجود، انه اكيد هيبقى في الاول محتاج المساعدات، ودي اكيد حاجه كابتن عصام لا يدخل علينا بيها يعني. فدي من الحاجات برضو اللي احنا هنشتغل عليها او اشتغلت عليها اوريدي خلاص، ومعايا اس، بس طبعا مش هقدر اقول دلوقتي غير لما نخلص العقد اوفيشال يعني. فهيكون ان شاء الله برضو خبير تحكيم اجنبي مطور للحكام هيجي يحاول يطور، هيحاول يعمل يشتغل على الناحيه التحكيميه، على اللكتشرز، على المحاضرات، على يعني الحاجات اللي نتمنى ان احنا نقلل. نحن محكمه الحاج المصري بيحاول، بيبتكر صوم، بيحاول كتير جدا ومجتهد جدا جدا، واحنا عارفين شغله، ودايما على طول بيعمل بصراحه محاضرات واجتماعات ومعسكرات. لكن يمكن الفتره اللي فاتت، مش بس فتره كابتن صوم، على فكره بقى لنا 7 8 سنين دايما الناس بتتكلم على الحته دي، ليه ما نجيبش حد اجنبي؟ هنجيب ناس اجانب في كل حاجه بيطوروا، مش شرط يقعد 4 5 سنين، هو ممكن يجي سنه او سنتين حسب، يطور ويعمل بيز كويس ونشتغل عليه احنا بعد كده. احنا اي حد يا جماعه برضه عشان اقول لكم، اي حد اجنبي هيجي هيبقى معاه ناس مصريين، ان انا الاساس بتاعي الناس المصريه تتعلم من الاجانب. يعني راجل مدير فني الاتحاد ده لما هيجي هيبقى معاه 3 أو 4 مصريين هنختارهم، هو طبعا مش عارف حد لسه، عايز يجي مع حد لسه هنشوف، لكن هيبقى اكيد معانا ناس مصريين لازم تتعلم منه، عشان ده الاساس في الاجانب اللي بيجوا. اي كونسلتنت بيجي او اي مستشار بيجي هو بيجي لفتره، لكن انا مش هقعد طول عمري اعتمد عليه، لازم انا اعمل كمان كوادر. فده اللي هنشتغل عليه، ان اي حد من الاسامي اللي انا بقولها دي طبعا غير المدربين، المدرب بيجي طبعا معاه اكيد جهاز ومعاه برضه ناس مصريين طبعا يعني. فده على منظومه التحكيم. برضه الحاجه الثانيه برضه يعني مش مهمه بالنسبه لكم، لكن هنفعل دوري الاكاديميات، ده كان موجود من سنتين، دوري اكاديميات كره القدم للسن الصغيرين. طبعا انتوا عارفين الاكاديميات بتبقى عندنا من 6 ل 13 سنه تقريبا، دول كان عندنا حاجه اسمها دوري الاكاديميات، وان الاكاديميات تبقى تحت اشراف اتحاد الكوره، الاكاديميات كلها كل واحد يعمل اللي هو عايزه فيها. احنا هيبقى في تحت، كان في الكلام ده لما كنت انا موجود اتعملت ابتديت فيه يعني، لكن لما مشينا الناس بطلته. ده هيبقى المفروض اي حد عنده اكاديميه يبقى تحت لايسنس معينه وياخدها من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره بيطلب طلبات معينه من الاكاديميات دي عشان يبقى اكاديميه مشهره تبع اتحاد الكوره، يبقى لازم يبقى عنده مدير تنفيذي، لازم يبقى عنده عدد معين من المدربين اللي عندهم الشهادات ومتعلمين من كليه التربيه الرياضيه. فده برضه هنفعله ان شاء الله، هيبقى موجود الفتره القادمه. بس يعني يمكن اكتر الحاجات، في طبعا حاجات بقى شروط قيد والحاجات دي، بس ما اعتقدش ان دي يعني هتهمكم دلوقتي في حاجه. ف يعني لو اي حد ليه بعض الاسئله، بعتذركم بعض الاسئله في اطار القرارات دي، لكن بس بالترتيب السريع. اتفضل كابتن حازم. طبعا بسال حضرتك في حاجات ترددت كتير عن وجود مفاوضات مع كارلوس بوش مره ثانيه للعوده، وعقدك اجتماع معاه عبر الزوم امس، عاوزين نعرف حقيقه الموضوع ده. في انباء بتتردد عن توجيه الشكر للاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي وتعيين مدير فني. طيب خلينا نتكلم على كيروش. طبعا انا بحبه جدا وبحترمه جدا، راجل عمل في شغل كبير جدا فتره قليله قوي قوي قوي، وصعب يمكن شفنا بعد ما كيروش مشي ان الناس كانت بتتكلم على ان هو بيلعب دفاعي لازم يفتح الملعب شويه، شفنا الفكره ان انت مهم تلعب ازاي، انت ما ينفعش تعمل حاجات معينه في الملعب. فبعد ما مشي يمكن في ناس كتير قدرت اللي هو كان عامله كان كويس جدا، فكل الاحترام ليه. كيروش طبعا يعني في الناس اللي انا ما كلمتوش على المستوى الشخصي خالص من ساعه ما مشي، لكن بنفتح مع ناس كتير اكيد منهم كيروش، واكيد ممكن ناس تانيه كمان. ده بالنسبه لكيروش. بالنسبه لوليد العطار مفيش اي حاجه طلعت دلوقتي، لكن بالنسبه ل برضه عشان نتكلم في الموضوع، اللجنه اللي
ارسال ار سي الشباب والرياضه. احنا اي حاجه هتطلع منها اللجنه دي احنا اكيد معاها. لو في حد عمل حاجه او اخطا اكيد هيعاقب. احنا اكيد ما فيش حد بيداري على حد، ما فيش حد بيقول ان في حد ما اخطاش. لو اخطا هيطلع وهنعاقب وهنعمل كل حاجه، لكن ما فيش حاجه لغايه دلوقتي الوزاره طلعتها. لكن مجرد ما تقرير الوزاره يطلع فاحنا ما عندناش اي مشاكل. احنا كنا قاعدين مع الوزير، وانا عايز برضه ثاني بحيي الدوله المصريه وحيي سياده الوزير طبعا على قعدته معانا النهارده، وان هو كان بيطمن على مستقبل الكوره المصريه من خلال اللي احنا اللي انا اتكلمت معاك فيه ده. انا قلت له طبعا ساعه كمان بالاسامي شويه، مش هقدر اقول الاسامي كلها دلوقتي، يعني احنا لسه ما خلصناش. فبحييه وبشكره على ثقته يعني. ايوه سعيدي ابو جلال. ثانية واحدة لسه بعدين اتفضل. انا كنت حاسس دلوقتي احنا بنتكلم دايما يعني في مطور قبل الحكام، في مطور من غير الفن اتحاد الكورة. هل معنى كده ان مصر بقت فقيرة ان احنا نقدر نصدر قواعد قابلة للكرة المصرية بشكل عام؟ خالص التحكيم التحكيم يعني انتوا دايما يعني او من غير الفن يعني دلوقتي بنتكلم احنا كلهم هنجيب اجانب تعلمنا الكورة بصرف النظر احنا عندنا لا مش تعلمنا الكورة. احنا يعني احنا محتاجين انت حاجه دلوقتي لما بتشوف اي حد بيتكلم في الكوره دلوقتي في اي برنامج في اي حاجه بيقول ايه، احنا عايزين نبقى زي بره. احنا ما عندناش الناس كلها لما بتخسر بتطلع دايما كل الحاجات السلبيه اللي موجوده. احنا عندنا حاجه كويسه جدا بس عايزين حد يدير. احنا طبعا قول لي لا انا بتكلم على فكره المدير الرياضي. هل في حد في مصر عنده فكره اللي هو بيعمل اللي النادي من سكراتش في الناحيه الرياضيه؟ احنا ما عندناش البوزيشن ده. احنا عندنا فكره مدير كوره ده اللي موجوده في مصر، لكن مين مدير رياضي؟ ممكن تلاقي في الانديه الجديده دلوقتي، لكن معظم الانديه فكره المدير الرياضي دي احنا ما اقدرش اقول لك عندنا كوادر بقى لها 20 30 سنه شغاله في اقدر اجيبها. هي كلها ناس يا اما كانت بتشتغل شغلانه ثانيه مدربين مثلا وبقوا عايزين يبقوا الشغلانه لسه هم جداد فيها، لا اما ناس لسه صغيره جدا لسه بيتعلموا من سنتين ثلاثه الجامعه او حاجه اللي هم الاولاد الصغيرين اللي دول اللي انا بقول لك هنستفيد منهم. لكن البوزيشن ده تحديدا مفيش حد كتير قوي بيشتغلها. يعني ممكن يبقى مدير قطاع ناشئين اه موجود فنجيبه يبقى مطور، بس هو مش فكره قطاع ناشئين بس، هو فكره حاجات كتيره عشان تطلع لك حاجات. ان يبقى عندك لعيبه كويسه، يبقى عندك ناس متعلمه، يبقى عندك قطاع ناشئين وانت بتتمرنه. هل عندك تحليل اداء للصغيرين؟ ما عندكش حد بيحلل اداء للدوري بتاع الصغيرين ده 2007 2008. حد بيعمل لهم نيوتريشن؟ حد بيعمل الحاجات دي؟ المفروض تخش في طور المدير الرياضي اللي هو يحطها في اساسيات الشغلانه يعني. بس لا اكيد مصر مليانه كفاءات طبعا طبعا يعني. كابتن حازم مساعدي كابتن ايهاب جلال مساعدين في الجهاز الفني للمنتخب في قرار بالاقاله كله ولا هو لسه؟ هو الناس كلها هتوجه لها الشكر. لو في حد انا استعين بيه ثاني زي ما حصل مع مستر كوتش. كابتن خالد جلال اعتذر عن تدريب المنتخب الاولمبي؟ لا هو كابتن ايهاب كابتن خالد مرشحين لكن ما حدش قال رسمي ان هو موجود يعني. لكن طبعا واحد من الاسامي المهمه جدا. لكن ما اعتذرش. حصل لا خالص. لا هو المنتخب الاولمبي على فكره يعني ناس كتير تتمنى يبقى في كابتن خالد واحد من الكوادر الشابه اللي ماشيه بشكل كويس جدا 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 يعني. كابتن حازم من الدوله وعايزين نعرف موعد الاعلان عن المدير السامي الاجنبي، وهل في مدرسه معينه بيتمنى الكابتن حازم والكابتن بركات ان هي تكون موجوده في القياده الفنيه لمنتخبنا خلال المرحله الجايه؟ المدير الفني للمنتخب والمدير الفني للاتحاد. المدير الفني للمنتخب بص احنا بنتكلم على الجيل زي ما قلت مصر كبيره جدا، مش متخيل كم من الناس الجامده او الكبيره اللي عايزه تيجي. في ناس كبيره طبعا قوي في السن، في ناس كويسه قوي لسه صغيرين عندهم طموح كبير جدا انه يجي مصر. انت بتضرب معاك محمد صلاح، فده بالتالي برضه كمان حاجه بتدي اوبشن كبير جدا ان هو يجي. ف يعني اتمنى ان شاء الله في الكره العالميه. اتفضل. كابتن حازم حضرتك طبعا مصمم طيبين في البدايه السؤال الاول عن مدى سيتم الاعلان الرسمي عن المدير الفني للمنتخب الاولمبي والمدير الفني للاتحاد. طبعا من اول ما بيز جه كل شويه نقول الفتره اللي جايه خلال اسبوع خلال اثنين خلال ثلاثه. السؤال الثاني بالنسبه للكابتن ايهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب، طبعا اكيد كان سمعنا عن خلافات في مجلس الاداره باختيار كابتن ايهاب، في ناس موافقه وناس معترضه. دلوقتي هو كل مدرب لو خسر مباراه هل هيتم اقامه مدير فني اجنبي؟ انا عارف طبعا خساره بسبب اختيار اثيوبيا هي السبب في الكابتن ايهاب بشكل كبير، لكن لو جه مدير فني اجنبي وخسر مباراه من اي منتخب معانا في المجموعه هل معنى كده ان احنا هنقيله او نمشيه؟ وهل الاتحاد بيتعامل مع المدير الفني بالقطع ولا بتصفيات كامله او الموبايل؟ سؤال كويس جدا.
هبتدي نسال ثلاث اربع اسئله فقول لي كده اول سؤال. الاولمبي الاولمبي زي ما قلت المسيري والزميل العزيز يعني في اقرب وقت ان شاء الله نتمنى سريعا يعني ان شاء الله. احنا في اسامي خلاص محددنا بس لسه ما وصلناش اتفاق فما اقدرش اقول اساميهم لكن موجودين على علينا يعني هنخلص ان شاء الله باذن الله. السؤال الثاني مدير فني الاتحاد برضه نفس الكلام برضه في ناس خلاص تقريت عليهم. بص ساعات تمام معاك حق احنا شعب بنحب الكوره جدا وبنحب ان احنا لازم نكسب على طول. كابتن ايهاب زي ما قلت اتظلم اكيد اتظلم انا قلت في بدايه كلامي وبحيي انا بحييه وبشكره وبتاسف له انه اتظلم. ساعات الكوره مظلمه يبقى في وقت ماسك فرقه كويسه ومستقره وبعدين انا حاسس ان انا يعني انا بجد يعني لسه كنت بتكلم مع حد قريب كابتن ايهاب يعني وبعتذر له لان بس هي ساعات الظروف تبقى اقوى منك وساعات مصلحه المصلحه الكبيره بتبقى اشمل شويه. انا لو انا حاجه على المستوى الشخصي كنت هخلي كابتن ايهاب طبعا يقعد ويشتغل وياخد راحته لكن هو مش هياخد راحته. اتفضل انت معاك اعلامي سنه بس لسه انت كاعلامي انت شايف الضغط اللي على كابتن ايهاب عامل ازاي؟ هل هو زي ما كان كروش بيتعرض هتلاقي ضغط صعب جدا عليه انتقاد كبير جدا عليه فساعات ممكن يبقى قرار انت شايفه سريع بس هو يبقى احسن في بعض الاوقات يعني. انا بتكلم لو مدير فني اجنبي وخسرنا خساره مثلا انا بقول لك هل انت هل هيمشي؟ انا هقول لك انا بقول لك انت دلوقتي انت شفت الشهر قاعد معانا هو راجل اعلامي بقالك معانا من زمان في المهنه يعني هل شفت ال 10 ايام اللي فاتت دي في حد في مصر كلها تعرض لضغط اجنبي بهذا الشكل؟ ما اعتقدش. انت شايف الضغط عامل ازاي؟ فهو احنا بنتقبل ساعات من الاخر وده يمكن من اسبابي في الاول خالص لما قلت مدير فني اجنبي ان احنا ما بنتقبلش فكره او ما نديش فرصه لناس كتير وبنضغط عليهم ضغط كبير جدا وبالتالي تحصل ان الفرقه بتفك فبيحصل النتائج مش كويسه فبتبقى من سيء لاسوء مش ما بتلحقش. حاجه كانت غير كتير جدا بس انا متفق معاك تماما انا مش ضد اللي انت بتقوله خالص. كابتن حازم في مشكلة عندنا بقى لنا سنين بنتكلم فيها والمنتخبات والبطولات اللي بالتحديد حضرتك احنا لعبنا ماتشين الجولة الأولى والثانية في تصفيات أخيرة لأمم أفريقيا أول منتخب قابلناه منتخب غينيا القايمة بتاعتنا كان فيها 22 لاعب مختلف واللاعب المختلف كان حارس غينيا هناك فين منتخب مصر من المختلفين؟ مشكلة الاحتراف أنت هنلاقي مجلس يشوف حل المشكله دي بحيث ان احنا يبقى عندنا بره 50 و60 و70 مختلف لان الحته دي واضح ان هي عامله جروب كبير جدا عندنا. انا بشكرك بس هي دي مشكله الانديه وليس الاتحاد. احنا بنحاول لا 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 هنحاول ايوه انا ما اقدرش اجبر نادي ان هو يقول هيبيع لعيب اللي هو كده. سيب الراجل بيصور ممكن اعمل مشروع على مستوى ممكن اعمل حاجه ان هو اساعده في حاجه بس انت شايف الارقام حتى لما حد بيشتري لعيب من مصر لمصر تاني نادي تاني انت شايف الارقام عامله ازاي؟ ملهاش اي يعني ملهاش سقف وملهاش تحديد. انت عارف ده اشترى ب 40 جنيه وده اشترى ب 30 جنيه تلاقي واحد فجاه ب 40 وهو بعديها واحد تاني ب 30 طب ده ليه كنت بتتباع ب 30 وده ليه بتتباع ب 20؟ هتلاقي ده بس ما اعرفش انا ما عنديش الفكره بتاعتك بس هو فيها مسافه كبيره. لا انت عارف افريقيا انت عارف مش انت عارف افريقيا ايه هي ميزه وعيب ان معظم الفرق الافريقيه ما عندهمش وسائط ناشئين يعني انا عنده منتخب 16 يعني مثلا يعني منتخب يعني ناس كان واحد صاحبي لعب معايا قبل كده مدرب في المنتخب ده في بلد افريقيه قال لي احنا ما عندناش مش ما عندناش زيكم انديه احنا بنوصل بنروح اي زي اي مدينه بنعمل بنقول ان احنا عندنا اختبارات بنشوف الناس بتيجي بناخد احسن ناس وبعدين بنروح نلعب بطوله افريقيا فالناس ما عندهاش انديه فاللي بيجي له ب 1000 دولار ب 500 دولار ما عنده هو مش مرتبط بنادي هو مرتبط بالاتحاد فالخروج سهل. انت هنا عندك انديه كل نادي شايف نفسه عنده ميسي وعنده كريستيانو فانا مش همشي بلاير بارقام كبيره جدا فهي المشكله الاساسيه عند الانديه. هنحاول ان احنا نشوف حل للموضوع ده ان فعلا الموضوع ده احنا بقالنا في سنين لازم ان ممكن اتحاد الكوره يشكل اكاديميه خاصه بيه وعندنا مشروع الهدف والمواهب اللي تطلع منه تعملها مشروع يطلع لعيبه مختلفين اتحاد ولاد اتحاد الكوره هو اللي ممكن يطلع. فكره بس هو انت لو عندك جنب البيت عندك اكاديميه الزمالك ولا الاهلي وجنبك اتحاد الكوره هتروح للزمالك الاهلي ان هو بيلعبوا درجه اولى وبيبقوا فيرست تيم وعندهم ميديا وعندهم فلوس ف
يعني مش هتبقى مجديه قوي، ده هتعملها كناحيه انك بتوسع مستوى القاعده، لكن كولي امر في الاخر انت عايز ابنك يلعب في نادي الزمالك او نادي الاهلي او نادي جماهيري يتشهر وياخد فلوس. اللي جاي بقى بعد اذنكم بس واحد بس بعد اذنكم. اللي جاي بس واحد بس عشان ندي مساحه لكل زمايلنا والمباراه سنه بعد اذنكم. اتفضل. بس انا بطرح اسم كابتن حسام حسن. احنا دخلنا في الاجنبي خالص. طيب اعلى مقابل هو نادي مادي للكابتن مادي للاسماء اللي بتروح. نعم اعلى مقابل مادي للاسماء اللي بتروح. لما لما هنعمل عقد هنقول اكيد في مشكله. بس تعالى شوف قول يا عم درويش قول يا درويش انت كل يوم بتقول يا درويش. كابتن حبيب بعد كاس عالم 2018 تم تكليف الكابتن حازم امام باستخدام مش مشكله كلام يا درويش. نعم كابتن مش مشكله. لا ما انا لسه حاسس ما بسمعوش الكلام. كنت شايف عيال معاك يومها وكنت لا انا الناس كلها ناس محترمه طبعا. وتم التعاقد مع الفريق اديري دون رغبه الكابتن حازم. الموقف اتكرر تاني من شهر وشويه وتم تاكيد الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات باستخدام مدير فني اجنبي وحضرتك اعلنت في الميديا انه اجنبي. السؤال لا انا ما اعلنش الميديا قلت رايي. لا حضرتك اعلنت مع الزميل علي السيف زاهر ان المدير الفني القادم منتخب مصر اجنبي. تمام انت ممكن تبقى تمام. كابتن حازم احنا عارفين ان هم 9 اعضاء اتحاد الكوره اكثر اثنين شايلين الضغوط حضرتك كابتن بركات وستاتكم من اعظم الناس كانت في الكوره المصريه. السؤال هل حصل كابتن حازم محمد بركات كابتن بركات المره دي على ضمانات كافيه انهم يكون معاهم ملف باستبدال مدرب مدير فني اجنبي ولا ممكن الامر يتكرر؟ ولو تكرر وقفوا ايه؟ انا واقف معاك دلوقتي انا كنت بقف قبل كده. واقف معايا دلوقتي مش بقف قبل كده. انا عمري طلعت وانا ماشي حضرتك. لا خلاص ده خير اجابه على خلاص حضرتك معاك ضمانات لو ما حصلش انت ضمانتنا يا درويش ان شاء الله. بس عايز اسال كابتن حازم مرحبا بحضرتك انت عايز على رحيل كابتن عياد جلال هو رحيل في التراضي ولا في شروط جزائيه مطلوبه؟ لا اي حاجه طبعا بيننا وبينه اكيد يعني هتقول لي الراجل ده ليه كل الاحترام والتقدير يعني ما فيش يعني هو في اخر مدرب مصر واحنا منتخب مصر فمش هنوصل لخلاف ان شاء الله يعني احنا بص انا كابتن ايهاب اللي هو عايزه اكيد هنعمله يعني ان شاء الله. اتفضل. يا جماعه الصف لو عدى خلاص خلاص عدى خلاص. كابتن حازم حسب ما اعلمه يعني في بدايه الاختيار لمدرب المنتخب الليبي كان التوافق لمدير فني محلي. ايه السبب يعني؟ زي ما قلت لحضرتك بعد الماتشين اللي فاتوا لقينا لقينا ان الموضوع مش هنستخسر حاجه واحنا زي ما قلت اتحاد قوي واتحاد عنده الملاءه الماليه فما ينفعش نطلع نقول معناش فلوس فجبنا لا ممكن معانا فلوس ونجيب مصر عادي. شوفنا ساعتها كابتن جوهري يعني حصل له موقف ومشي لان ما كانش حد بيسمع برضه. فكره المدير الفني بتاع الكوره هي موجوده لها اكثر من 10 سنين. لكن هل حد حس بدور المدير الفني بتاع الكوره؟ هي دي المشكله. احنا لسه كنت بتكلم فوق مع الزملاء يعني على فكره هو مش مهم البوزيشن على قد ما مهم انت هتعمل ايه. فاحنا عايزين حد يفيدنا. انا ما اعرفش اشتغل الشغلانه دي مش اي حد يشتغلها. فاحنا هنجيب حد يشتغلها وهنجيب كل المفروض كل السلطات اللي بيشتغلها. ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. كابتن حازم تحياتي لحضرتك سامي كابتن الدوري في مصر. انا بحييك على القرارات الكويسه المنفوذه في بدايه الامر اللي قعدت لكن انا برضه ده دلوقتي حالي السؤال بتاع حضرتك بس هطرح على سؤال بالراحه شويه. اتفضل. الدكتور محمد تفضل كان الدكتور محمد تفضل كان ضيف عندي في البرنامج تليفونيا عملنا حلقه من جزئين كنا بنتكلم فيه على بعض القرارات اللي حضرتك دلوقتي بتقدر نعلمها تمام بالاضافه الى ان هو كاد المصري عمل مع ديفيد ريتشارد مؤسس رابطه التجاوز الانجليزي في تطوير منظومه الكره القدم في الامارات.
حضرتك بتقول المدير الفني حتى لو عدد حد من المتخصص بيكون عنده الخبره والكفايه يعمل لنا الموضوع ده، لان الموضوع ده ابعد في ذلك. هل انا ممكن نستعد لهذا؟ طبعا طبعا. انا قلت كده حضرتك، ده رقم واحد. لا ده انا بقول لك بالاسم وبقول لك، لا انا بقول لحضرتك طبعا، انا قلت حاجه، احنا اي كادر اي حد اجنبي احنا هنجيب معاه كادر مصريه نتعلم منه ونشتغل معاه، اكيد ده لازم، ده هو ده هدفنا ان انت تعمل كوادر. دكتور فضل الله هو حاليا واحد اعتبره فضل الله راجل محترم جدا، اعرفه طبعا اعرفه شخصيا، واكيد لو في حاجه قانونيه رياضيه وفي الحته دي، بس انت بتتكلم على تطوير كوره دلوقتي رياضيه، مش انا بتكلم على تطوير رياضه كرياضه، مش القوانين الرياضيه. المدير الفني لكره الاتحاد هو مسؤول ومامور بكل ما يخص الكره والفنيات من حيث المدربين، توسيع مستوى قاعده الناشئين، البطولات والمسابقات المحليه، منتخبات الناشئين، المدربين القائمين على الناشئين، الاستراتيجيه اللي يشتغل عليها، اكتشاف مواهب. ده خارج فكره القوانين الرياضيه اللي فيها الاستاذ فضل. يعني كل الدنيا كلها والبلاوي زاده في القاع، احنا في مشكله في الكره المصريه، لازم نعترف ونقول ونبصم بالعشره ان الكره في مصر في خطر. لكن ان احنا نعين مدير فني اجنبي ومدير فني مصري ومره مصري ومره اجنبي بالدور، لكن دي هتبقى كارثه بجد. احنا لازم نحط قواعد علميه، ما تبقاش بالبركه، ما تبقاش بالمشاورات، ما يبقاش اثنين في اتحاد الكوره اللي هم بيحددوا مسير الرياضه المصريه. احنا للاسف تصريحات الفتره اللي فاتت كانت سيئه للغايه، لازم يبقى في متحدث رسمي واحد يتكلم ويتكلم صح بقى، حرام بجد. الفتره اللي فاتت شاهدنا مهزله اعلاميه بمعنى الكلمه، ان الراجل يبقى في الطياره وواحد بيذيع يقول ان هو مش عيب، عيب علينا احنا مصر، تاريخ وحضاره وبطولات، عيب قوي ان احنا نوصل لهذه الدرجه. سمعت كتير قوي ان في خبراء، وفين الخبراء بتوعك؟ سمعت مين؟ حضرتك والكابتن بركات كلكم زملاء وشفتكم انتوا في الملاعب. لازم يبقى في خبراء وفي مؤتمر للنهوض بكره القدم، كره القدم اتنهت في مصر. يا جماعه لازم نعترف، مش عيب ان احنا نقول احنا وحشين ونبتدي من الصفر تاني، لكن في النهايه هنفضل كده. أشكرك يا أستاذ عاطف ومقدر حماسك، أكيد كلنا متضايقين زي حضرتك، ويعني أنا متفق معاك أكيد في كل حاجة، أكيد مش ما عنديش على فكرة التصريحات، طبعاً أكيد متفق معاك وبنحاول إن إحنا نصلح وبنحاول إن إحنا نبص لقدام وناخد من أكيد أخطأنا. أنا قلت في الأول بعتذر للناس لأن إحنا أكيد أخطأنا، ولو ما اعتذرتش وقلت ان احنا اخطانا يبقى احنا اكيد ما مش عايشين معاك يعني. فاول حاجه احنا بنعتذر اكيد، ولو في اي حاجه حصلت احنا بنحاول ان احنا نصلحها، وده كان كلامنا النهارده مع سياده الوزير ان احنا هنحاول نصلح وهنحاول نشتغل وهنحاول زي ما حكيت ان احنا ننزل تحت من خلال زي ما قلت المدير الفني الاجنبي ده اللي هيبقى معانا في مصر كان ثلاثه او اربعه حسب ما هو يقدر ليه يعني، ونشتغل من تحت، لان ده زي ما حكيت احنا عندنا مشكله كبيره جدا وحاجه برضه يعني الشيء يسمع يعني. احنا دايما نشوف نفسنا قليلين. لا احنا مش قليلين ولا حاجه، احنا الاهلي وصل فاينل افريقيا السنه دي، السنه فاتت واخد البطوله، السنه اللي بياخد البطوله، مصر واحد كاس عالم اللي فات، مصر وصلت لنهائي بطوله افريقيا مرتين، الزمالك واخد الكونفدراليه، بيراميدز رايح مرتين او مره فاينل من الكونفدراليه، فمصر فيها لسه كنا 2006 واخدين بطوله شمال افريقيا الاوروبيه على مستوى يعني قصدي الجيل الصغير، فاحنا عندنا حاجات كويسه، في حاجات وحشه طبعا اكيد النتائج احنا عندنا احسن من كده. فده اللي بنشتغل عليه، بس ما دايما ما نبصش ان احنا سيئين وان احنا فين والناس فين، احنا الناس بره. وانا يعني اعرف صحابي كتير جدا في شمال افريقيا وفي جنوب وغرب افريقيا دايما بيشكونا ان احنا ناس الاعلى. ودايما بيشكونا ان هم انتوا ازاي كده؟ اقول لهم تعالوا شوفوا انتوا في مصر عندنا الناس تقول على بعض يعني بيشوفونا احنا ازاي او بيشوفوا الكوره عندنا ازاي؟ احنا دايما شايفين نفسنا اوحش حاجه. احنا مش كويسين بس احنا مش وحشين قوي.
مش كل حاجه وحشه عندنا. مصر فيها كتير كويسه وفي كوادر كويسه جدا. مفيش تخطيط حتى للمستقبل القريب. تمام. انا بس بتكلم في فكره ان احنا دايما بنبص للاجنبي او للعربي اللي بيعمل حاجه ان هو ابصه بيعملوا ايه. لو انت عملت نفس الشيء بتهاج. يعني احتمال مثلا منتخب الجزائر منتخب كبير جدا. قبل البطوله كان عم بيقول لك بص المنتخب واحنا منتخب مصر عامل ازاي. لك ان تخيل لو ده حصل في مصر انت تطلع من الدور الاول في بطوله افريقيا وتطلع من كاس العالم. انا بقول حاجه قيس اهو. هتقول ايه؟ هتقول ما فيش كوره وما فيش لعيبه. الناس هناك عادي في كوره وفي لعيبه وناس تشتغل وتشتغل. فانت ما لازم تؤمن بنفسك وتؤمن انت عندك حاجه كويسه اشتغل عليها. لكن فكره الهد اول ما يحصل هزيمه نقعد نهد نقعد نتكلم سيء في كل حاجه. هو مش احنا بس اللي بنتفرج على فكره، في ناس كل العالم العربي بيتفرج علينا. ولما تطلع كل حاجه سيئه دي حاجه انا اشوفها غير جيده لينا احنا كمستوى رياضي وكمنظومه رياضيه. الناس تشوف ان انت بس تشوفش حاجه وحشه بس. انت عندك حاجات وحشه بس عندك حاجات كتير كويسه. في هزيمه حط الهايلايت حط الضوء عليها. لكن ما تقولش ان كل حاجه وحشه والفساد تعممه بشكل عام ان كل حاجه فيها فساد وكل حاجه سيئه. لان انت بتخاطب الوطن العربي كله. انا ضد التعميم. عايز تقول حد يقول حازم وحش ايهاب وحش جمال وحش بس ما تقولش المنظومه كلها فاسده او المنظومه كلها وحشه. لان المنظومه دي زي ما بقول لك بتوصل فاينلز تكسب افريقيا بتوصل اكتر بلد في افريقيا تكسب بطولات افريقيه ان كان على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات. اكيد انت عندك حاجه كويسه حافظ عليها وابني عليها وبلاش يعني فكره الهدم الكتير يعني. طيب اخر سؤال